33 دقيقة بعد 3 متاع العشية رجعنا لكم جديد في داتا فوت. حكينا على الفرق ما بيناتهم الناصر ريال ما وحتى في الوف كنا نحكيه. شفت انه البلايلي كان افضل نوعا ما من يانساس لانه هما كيما قلنا نعم الزوز متميزين افضل زوز ملعبية كانوا في الجولة الاولى في البطولة ككل وليس فقط في مباراة الترجي واتحاد طويل. هو لا حسب الاحصائيات اللي قاعدين نشوفها قدامنا واللي باش نعديوها في الكرام تاعنا الاحصائيات تتأكد انه يوسف البلايلي من الملاعبية اللي تحرك برشا لعب على جناب لعب على الاطراف لعب في الانترفال لعب ورا لي زاتاكون كان ديسيزيف معناتها في لي باس ديسيزيف معناتها في لي زانترفال معناتها عطاه برشا تمريرات حاسمه ومهمه ودقيقه وخاصه الهدف الاولاني شفناه خدمه كيفاش صار زاد حتى في الهدف الثاني كان موجود هذا ما الكل ياكد انه اليوم سونتراج زاد لي سونتراج على اليمين وعلى اليسار النجاح معناتها اللي تاع لي سونتراج على اليمين وعلى اليسار نجح فيهم بنسبه مئويه كبيره. يانساس عادة وقت اللي شفناه على حسب الاحصائيات اللي قاعد نشوفها قدامنا حب ديما لعب في كوتي واحدة ما التحركات نتاعو كانت معناتها بالانتليجنس نتاعو وبالسافوار فير نتاعو لكن ما كانش يتحول من الرواق اللي عملوا يوسف البلالي ما عملوش يانساس. هذاك علاش هو في البروفيل هذا الاسبيرانس فيركس الملاعب هذاك خاطر كان ناقص في الترجي ملاعبي عنده امكانيات كبيره عنده امكانيات مهاريه عنده انتليجنس زاد كيف الحاجه اللي يمكن زاد شفناها وكانت واضحة انه يوسف بلالي في ريكوبيراسيون ما عاونش برشا على خاطر يمكن سي لو بلان فيزيك مازال مش في التوب فورم نتاعو لكن قاعد يجتهد وقاعد يحاول معناتها باش يعاود الترجي. صادق شنو نجمو ناخذوا ابرز الحاجات خاطر ما احناش نقفوا برشا في الاحصائيات كثرنا حتى على الناس ولي دو كوتش باش يعطوني الكوتش نتاع الجولة كملنا سي بون اي بارابور كيما كنا نحكيو معناها على تشكيلة الجولة العباد معناها ديما حتى كي بدينا معناها داتا فوت توا عامين ديما يسالون علاش حطيتو هذا ما حطيتوش الاخر وهذا شفناه خير وهذا كذا. راهو انت كي تشوف لاعب معناها في مباراة معينة وتشوفه يبرفورمي معناها على مدة 70 دقيقة ولا 50 دقيقة راهو بعد فما معناها دي بارامتر اخرين عناصر اخرين يدخلوا معناها في الحساب فهمتني. العباد مثلا ما تركزش برشا على قداش من كورة ضيعها عباد ما تركزش برشا على قداش من ان كونتران ما تعديش تو مثلا ينجم يكون تعديلك في الان كونتران مره ولا اثنين كيما نجم يكون خسر 8 كور مثلا فهمتي في لي 30 ديرني متر. عباد ما تركزش برشا على التمريرات الحاسمه تمريرات المفتاح هذا اللي حابين نقولوه معناها راهو النوتاسيون راهي سي ان انسامبل نتاع اكثر من 100 بارامتر نحسبوهم من بعد نعملوا فهمتي كاليبراج نتاعهم يعطينا الماتريكس هذه سامحني بارابور على يانساس جورجوان معناها ناصر بلالي لا يتي على المستوى الهجومي أكثر معناها فهمتني مؤثر لكن تنقصوا اللياقة باش ينجم يكون مؤثر على المستوى الدفاعي لكن أنا الحقيقة حبثت ينساس أكثر لأنه دروا وبيوت كما تقول فهمتني سلوغان بتاع مارسي ساس يمشي أكثر فير الكاش يمشي أكثر في الترون ديرني متر يمشي أكثر باش يخلق الديفيرينسا. بلالي يشيرش أكثر الإكسبوا انديفيدويل ولو أنه كل واحد في الروجيستر متاعه ينجم يعاون الترجي بلالي بما نصير كيجيب من البعيد يفقد شوية لوسيديتي في الأخر كسوة في الباس ولا في التسديد وهذا يا عادي كريم نجم نزيد حاجة على مش هعطيك المترخيطة دقيقة نسمح نش مش نقفوا برشا في الاستاتيسيك مش نرجعوا لهم الريسيبسيون تحت الضغط باش نرجعوا للترجي باش نرجعوا ليانساس والبلايلي راهو هذا انا فون جو للناس اللي تبع فينا لانه عندنا كيف ناسيونال وعندنا برشا مواضيع هذا ديجا الماتش عنده خمسة ايام اللي تلعب فقط انا فون جو قبل معناتها في اول حلقه في الموسم شنو باش يستنى فيكم ان شاء الله طيله الموسم. انتم زوز مدربين مدرب الجول هل هو المدرب اللي عنده ثلاثه ملعبيه موجودين في التشكيل المثالية وألا نجم يكون مدرب آخر مثلا اللي عمل كوتشينج به مدرب اللي يربح خارج القواعد شكون تختار مدرب الجول؟ أنا نختار بيان سور باش نمشي في التوجه راني نختار نصيف البياوي أولمبي البيجي تمشي لسوسة وينتصر ويجيب ثلاثة نقاط بالذات من ملعب سوسة مساهل ماهوش لابورتي نتاع نيمبورت كيل اونترونور ولا نيمبورت كيل ايكيب أنك تجيب 3 بوان من ملعب صعيب دونك اي سورتو كيف نشوف استراتيجي اللي يعتمدها في المقابله العب حسب امكانيات اللاعبيه اللي عنده ونجح في المقابله تقريبا وجاب 3 بوان مهمين. سؤال صعيب نعرفك مدرب باش تختار مدرب جميل كلهم زملاء مش نعطي حق يمكن سنين مدربين اللي مع الانديه نتاعهم في الميركاتو ما خذتش امبلور كبيره جوريت كبيره ما خذتش فجاه كبيره التحضيرات نتاعهم كانت على قدها الامكانيات الماديه كيف لكن بالرغم هذاك
نجحوا انه يعملوا الباتيم دو فو نتاعهم يعني يعملوا لونتام تاع الشامبيونا بوزيتيف اللي هو نصيف بياوي كما قال انيس. وعندنا زاد كذلك ما نساوش منظر مخلوف في النجم المتلوي اللي هو سنة الفارطه كان جاء على اساس ماتش البراج ومنع المتلوي وكملوا به الكوميتا ويعطيهم الساحه معطاو ثقه فيه كملوا هك تشوفوا اول مباراه نجحت نجم المتلوي لذلك ان نختار اثنين هذوما. اي كريم نختم معك ميرسي بوكو انكم شكونوا دي بارتنير معنا مع ديوان سبور كذلك وخلي لك كلمه الختام. نشكركم برشا وان شاء الله نقدموا الاضافه بالشراكه هذه وان شاء الله نقدموا الاضافه للمستمعين وان شاء الله تشوفوا خدمه باهيه ان شاء الله خدمه صحيحه وباهيه ان شاء الله. شكرا كريم الرزقي مدير التكتيكي والفني في كوانتا ستات دونك مشكور جدا كنت موجود معنا وضيفنا في برنامج داتا فوت. تو مش نحكيو في الصحيح مش نحكيو في الكوره مش نحكيو كيما بكري في الكوره بكري في الكوره في بالارقام مش نحكيو في برشا مواضيع في البوان ديبا ولكن فاصل قصير ثم نتواصل. تبع تبع لي غاف ماغور كل نهار من 7 to 9:30 الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة من 9:30 لنص النهار. وفي الويكاند لومبيونس على الكيف في ويكاند على الكيف من 6 متاع الصباح حتى للحداش. وكل سبت في أوستار نحكيو فن ونهار الحد الرونديفو مع ديوان ترانس نحكيو سياسة واخر أخبار البلاد في هنا تونس من نص النهار للماضي ساعتين. كل سبت وحد تبع أحوال الدنيا والدين بالحجة والبرهان من 11 لنص النهار. كل يوم تسمع غريبة.